يسعد مساكم بكل الخير والصحة والعافية. حضورنا الكريم اليوم في لقاء اليوم من لقاءات نادي الحوار الفني، واللي بيسعدنا كمان نخبر إنه مستمر هذا النادي في لقاءاته إلكترونياً في هذا الظرف اللي الوبائي، خلينا نقول، الذي يعاني منه العالم. عنوان ندوتنا اليوم زي ما بتعرفوا، بنرحب فيكم جميعاً، هو المتاحف ودور العرض في مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية. طبعاً ما كان راح يكون بإمكاننا اليوم كمتحف أن نغطي موضوع شمولي أو تكتمل هاي الموزاييك أو الفسيفساء دون حضور وقبول مشاركة ضيفاتنا الكريمات المديرات الثقافيات، طبعاً اللي بشرفني تقديمهم معنا اليوم في هذه الندوة. معنا دكتورة عادلة هنية من فلسطين، مديرة المتحف الفلسطيني، واللي عم تنضم معنا من بير زيت رام الله. أهلا وسهلا فيكي. وبالإضافة كمان بنرحب في السيدة شيرين أتاسي، مديرة مؤسسة أتاسي للثقافة والفنون، معنا اليوم من دبي. طبعا هي شيرين أصولا من سوريا لكن منضمة معنا من دبي اليوم، وممثلة عن مؤسسة أتاسي للفنون والثقافة. أهلا وسهلا. شكرا لك خلدون. شكرا. الله يخليكي. كمان بنرحب من عمان، زي ما بنقول محلية، يعني محلية وانا لوكال عندنا. بنرحب بسيدة سهى للس، مؤسسة جاليري وادي فنان في عمان، وهو كمان يعني بنقدر نقول انه هو جاليري واكثر من جاليري، عبر المختلف الانشطة والبرامج الفنية والثقافية اللي بيقيمها. طبعا رح ننتقل بشكل خاص لكل من ضيفاتنا، نسمع من وجهة نظرهم حول موضوع الحوار. كمان بحب أعرف بنفسي، اسمي خلدون حجازين، راح أكون اليوم طبعا أنا خلفيتي فنان، وأعمل حاليا كمدير تنفيذي أو ثقافي في المتحف الوطني الأردني، وراح أكون اليوم بمثله وأشارك اليوم كوني كمشارك نحكي عن المتحف وأيضا مسير أو مدير هاي الجلسة. أهلا وسهلا فيكم جميعا. طبعا بنقول فكرة إقامة ندوتنا اليوم كانت بتشارك معنا طبعا المنتجات عن مؤسساتهم الكريمة، هي انه اليوم وزي ما بتعرفوا من بدء جائحة كورونا، لو نرجع من بداية كورونا، شهدنا انه الكثير من القطاعات وكافة مناحي الحياة تأثرت بشكل مباشر وبشكل كبير، وكمان من هاي القطاعات كان قطاع المتاحف ودور العرض، اللي هو يعني حاليا اصبح من الضروري انه نناقش وين هو هذا القطاع حالياً، إلى أين يتجه، وشو عم بيعمل هذا القطاع حتى يستمر ويكون في ديمومة في تحقيق أهدافه ورؤاه وبرامجه، ويكون عنده نوعاً ما من خطط استباقية يستشرف من خلالها المتغيرات اللي عم بيشهدها عصرنا. يعني إذا احنا تكلمنا عن مفهوم المتحف أو الجاليري أو دار العرض في القرن العشرين، لابد أنه عم نلاقي تغيرات كبيرة على هذا المفهوم أو هذا الدور من خلال المتغيرات اللي عم نعيشها. بحب أبدأ، يعني مؤسسات غنية عن التعريف طبعاً، لكن بنحب نبدأ بنعطي نبذة بسيطة عن أبرز الأهداف وقصة تأسيس مؤسساتكم. بحب أبدأ من عندك دكتورة عادلة هنية. يعني دكتورة، المتحف الفلسطيني يمثل ليس فقط مركز إشعاع ثقافي تراثي عن فلسطين والدول العربية فحسب، بل إنه كمان هو مشروع مقاومة. تأسيس متحف يخص دولة قبل الاعتراف بها على مستوى عالمي، هذا فعلا يعتبر فعل مقاومة. إشي طبيعي لدولة مثل بريطانيا يكون عندها بريتش ميوزيوم، أو دولة أمريكا يكون عندها أمريكان ميوزيوم، بس لما نتطلع زي ما كمان بستعير من كيارا دي سيزاري المؤرخة والكاتبة اللي عم تتناول عن مفهوم المتحف، وهي فكرة المخيال، المقاومة في المخيال، أن نتخيل دولة رسمية يتعارف عليها باقي مختلف الدول كمتحف فلسطيني، دلالة على شرعية وأساس وحق الدولة الفلسطينية في نشوها والاعتراف بها عالميا. بجوز أنا أطلت، لكن هذا الجانب يعني مدهش وفعلا منعول عليه جدا. مرحبا جميعا وشكرا لحضوركم. أنا عم بشوف العدد مذهل اليوم، خاصة إذا ما قارناه بالأحداث اللي عم بتصير حاليا في العالم، فبشكركم وبشكركم اللي عم بتخلوا السياسة جانبا عشان تسمعونا. شكرا كثير خلدون.
لهذه المقدمة وأهم إشي لهذه الفرصة. أنا كثير بحب أتعلم وبحب أسمع منك ومن زميلاتي شيرين وها، فعشان ما خليني أدخل مباشرة في الموضوع. حلو إنك ذكرت كيارا دي تشيزاري، هي صديقة للمتحف، سبق إنها كتبت في كتالوج المعرض، كتالوج معرض التطريز للمتحف، وراح نسوي لها حفل إصدار للكتاب تبعها الجديد بشهر واحد، بس راح يكون طبعا فيرتشوال وأونلاين. المهم، هي اللي كتبته كيارا في مقالها عن المؤسسات الثقافية في فلسطين، بتحول لكتاب بعدين، إنه في منحة في المؤسسات الثقافية بفلسطين وكذلك عند الفنانين، إنه عدم انتظار ماذا يحدث أو ما لا يحدث على الصعيد السياسي، وبالتالي الاستباق الإيجابي، إنه بتصرفوا كأنه في دولة، كأنه في استقلال، كأنه في تحرر، عشان يبنوا المؤسسات ويمشوا في عملهم. وهذا هو التوجه اللي ماشي فيه مؤسستنا. كانت أولاً طبعاً مؤسسة التعاون، اللي هي ربما الكل بيعرفها، مؤسسة إغاثية مجتمعية فلسطينية رائدة، التي أطلقت هذا المشروع في أواخر التسعينيات. وأما المتحف فأبوابه بال2016. إحنا رؤية المتحف مثل ما أنا بعرفها شخصياً هو إطلاق تجارب تعلمية تحررية. فهذا يعني شو يعني التجربة التعلمية؟ حفلة موسيقية، معرض، كتاب، ممكن يكون تجربة تعلمية. فهون شكراً على الصورة، هون بنشوف البناية. يعني إحنا كمتحف فلسطيني صح إنه إحنا فكرة، لكن كذلك نحن بناية جميلة جداً، فازت بجائزة الأغا خان العام الماضي. إحنا فزنا بالجائزة الذهبية للعمارات الخضراء، نحن المتحف الوحيد في المنطقة الذي فاز بهذه الجائزة. نحن هون في بلدة بير زيت، خلفنا بتشوفوا بلدة بير زيت، وبعدين جنبنا عمارات جامعة بير زيت. بنستمر شوي. الحديقة، في عنا حديقة كتير كبيرة صممتها المصممة الأردنية لارا زريقات، اللي هي كذلك بالمناسبة تم تكريمها من خلال جائزة الأغا خان. الحديقة هاي صورة قديمة، بس حديقتنا فيها نباتات من كل أنحاء فلسطين. إحنا بننتج زيت، بننتج عسل، بنحصد قمح، كل أنواع النباتات. طبعا نطل على الساحل الفلسطيني الذي لا يمكن أن نصل إليه، وطبعا أغلبية الشعب الفلسطيني لا يمكنها الوصول إلى بناية المتحف الجميلة هاي اللي أنتم شايفينها. فبالتالي إحنا طورنا برامج راح أحكي عنها بعدين، بس أنا بدي أحكي عن شكل المتحف. هو مصممي المتحف هم أصروا إنه شكل البناية هو يحاكي السلاسل الموجودة في بلاد الشام، لكن أنا بشوف إنه في بعد آخر لهاي البناية. أكيد بتعرفوا إنه بفلسطين عندنا شح في الأراضي بسبب ظروف الاحتلال والاستعمار، فبالتالي في عندنا اكتظاظ سكاني، والسكنية والمساحات المتاحة للسكان هي صغيرة كتير. فبالتالي إحنا في المتحف عكس ذلك، من أول ما يدخل الإنسان إلى المتحف، ثم في القاعات المعارض أو القاعات التعليمية أو المسرح الخارجي اللي بتشوفوه، في عندنا مساحة نادرة منبسطة، مساحة للحرية، بقدر الطفل أو الشخص الكبير بالسن إنه يتحرك فيها بحرية. وفي هذه المساحة النادرة المنبسطة كمساحة، وأهم من هيك مساحة غير تجارية، فهذه مساحة كتير نادرة إحنا في منطقتنا، منبسطة كفضاء، وفضاء عام كذلك مجاني. فهذا يساعد على التفكر في الماضي وفي صناعة المستقبل. مش عارفة إيش في كمان صور هلأ. دكتورة، يشار إنه يعني هو المتحف الفلسطيني أسس طبعا 2016، موجود في بير زيت، هل هي مغالطة؟ يعني هو يقع خارج حدود الحرم الجامعي لجامعة بير زيت؟ هل هو مستقل ولا هو؟ نعم، إحنا مستقلين. المتحف تأسس طبعا
قبل 2016، لكن فتح أبوابه بال 2016، نقى على أراضي جامعة بير زيت أو بلدة بير زيت. بتشوفوا الجامعة هون خلفنا، لكن هو المتحف هو من تأسيس مؤسسة التعاون، ونحن نذهب الآن نحو الاستقلال القانوني. فنحن طبعا عندنا علاقة جيرة وصداقة واحترام لجامعة بير زيت، لكن نحن لا نتبع لجامعة بير زيت. شكرا على التوضيح، لانه لما كنا بنقرا كان يقال انه يقام على اراضي او المبنى على اراضي جامعه بير زيت، لكن هو كيان مستقل ومنفصل. طبعا دكتوره، يعني انت كمديره ثقافيه لك خبره سابقه وبحب اعرج عليها، اللي هو ادارتك كمديره مؤسسه لمركز خليل السكاكيني الثقافي. كمان يعني يبدو انه هاي الفرصة منحتك مجال لمواكبة يعني العمران والنمط المعماري المتبع في المتحف مع فكرة المتحف المفتوح وليس المنغلق على نفسه وإلى ما ذلك. رح أترك المجال لعرض صور أخرى وحتى كمان تنتقلي معنا في التعريف في مختلف برامجكم. بس بدي أشير للناس المهتمين بالمتاحف إنه المكتب الهندسي الذي صمم المتحف الفلسطيني هو نفس أوكي. المكتب الهندسي الذي صمم المتحف المصري الكبير. أوكي، فإحنا المتحف الفلسطيني الصغير لدينا نفس المكتب الهندسي اللي صمم المتحف المصري الكبير اللي المفروض يفتح هاي السنة. هون بدي أركز على، طبعا بسبب وضع الاحتلال اللي إحنا عايشين فيه، نحن لا نملك مثل أي متحف وطني آخر مجموعة من دائما الآثار وإلى آخره. فبالتالي كانت الرؤية من وقت التأسيس بأواخر التسعينات أن المتحف الفلسطيني يركز على الفترة المعاصرة. هلا مجموعتنا هي تتكون من عدد من الأعمال الفنية الدائمة الموجودة في حديقة المتحف. لدينا بعض الأعمال التدخلات الفنية، مثلا هذا المنطار هو من تصميم الفنان سليمان منصور، لكن هو من بناء بنايين يعني فلسطينيين. لدينا جميل. مجموعة من الملصقات السياسية الفلسطينية كثير كبيرة، ولدينا تحت زي ما انتم شايفين مختبر للترميم بالتعاون مع المكتبة البريطانية، وهو المختبر الوحيد في الضفة الغربية لترميم وصون الوثائق. بالتالي نموذج عمل المتحف بينما نحن نبني مجموعتنا هو إقامة معارض تستمر لمدة سنة أو أكثر، صياغة معارض من الصفر حول مواضيع فلسطينية. لأنه كثير مهم أنه الناس تفهم أنه ما هو محتوى المتحف. هو المتحف يركز على التاريخ الفلسطيني ككل، تاريخ الثقافة والشعب الفلسطيني. يعني نحن لسنا متحف تراث أو متحف آثار أو متحف فنون، بل نحن متحف يتناول القضية الفلسطينية من جانب ثقافي. فأول معرض، عشان ما أطول، كان هو معرض حول القدس، كان فيه مواد سياسية ثقافية تراثية حرفية. كان معرض سياسي جدا، كان اسمه Jerusalem Lives، تحيا القدس. المعرض الثاني هو أكبر معرض تم إقامته تاريخيا عن الثوب الفلسطيني، لكن كان المقاربة كانت من خلال التاريخ الاجتماعي والسياسي للمجتمع الفلسطيني وكيف ومكانة الثوب الفلسطيني فيه. العام الماضي أقمنا أكبر معرض للفن الفلسطيني يتم إقامته، كان في 36 فنان من أجيال مختلفة، من أجيال الرواد إلى الفنانين المعاصرين. ثم أقمنا معرض صغير حول لعرض ملصقاتنا السياسية. ننتقل هلأ بعدين لمعرضنا الحالي، هو معرض طبع في القدس اللي نحن سعداء بتنظيمه مع متحف التراث الفلسطيني في اللي هو تابع لمؤسسة دار الطفل في القدس. شيء إذا عم أوكي، هذا هو طبع في القدس مستملون جدد. إحنا أخذنا معرض بسيط من متحف دار الطفل وطورناه بمنحى مفاهيمي فكري سياسي أكثر، للتركيز على تاريخ الحداثة وتجليات الحداثة في القدس من خلال الحركة التجارية السياحية الصحف، وكذلك موضوع الرقابة وكبح حرية التعبير. ففي عندنا معروضات جميلة جدا. هذا الموضوع المقام حاليا. طبعا عندنا بالمتحف زي كل متاحف العالم برنامج تعليمي. البرنامج التعليمي تبعنا ضخم جدا، يتكون من زيارات مدرسية، من مطبوعات
مطبوعات للأطفال ومطبوعات لأساتذة المدارس. نتوجه أساساً إلى المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث أساساً. تحت عنا نقيم عدة ورشات تعليمية ترفيهية فنية للأطفال أيام مفتوحة للعائلات. يعني البرنامج التعليمي هو من ركائز المتحف، وإحنا كتير فخورين إنه بنطور دائماً مادة جديدة وتتقاطع مع كل ما يتعلمه الطفل في المدرسة. يعني هذه المطبوعات تتقاطع مع المنهاج الدراسي، فلما البنت بتيجي عنا على المتحف أو الولد ويطلع بهذه الكتيبات راح يلاقي إنه في تقاطعات مع المنهاج اللغة العربية. بالضبط بالضبط، وهذا كله بفضل يعني إبداعات فريقنا. وهاي السنة رغم كل شيء أصرينا إنه نفتح زاوية دائمة في المتحف للأطفال ترافق معرض طبع في القدس. طبعاً كان هذا الجاليري، مش عارفة إذا هذه كان المفروض إنه هي نستقبل فيها أطفال المدارس، لكن هلأ طبعاً ممنوع زيارات المدرسية، فطبعاً نحن نتوجه إلى العائلات اللي بيحبوا يخففوا عن حالهم وعن وجودهم القصري مع أطفالهم وأحبائهم في البيت عشان يطلعوا ويجوا على الفضاء. والحمد لله عنا تجاوب كتير كتير منيح من العائلات. وطبعا دائما هون أنا بحب أنوه، في جانب ترفيهي، في جانب إبداعي، في جانب تعليمي، لكن في جانب كمان سياسي ما بدي أركز عليه هون. أطلقنا العام الماضي لأول مرة في المتحف دائرة وبرنامج خاص يتعلق بالأبحاث وبالمعرفة، فبالتالي أقمنا أول مؤتمر سنوي فيه استكتاب للباحثين. أطلقنا أكبر منحة الأوراق البحثية حول الثقافة الفلسطينية منها الفن، ونستضيف دائما ندوات ومحاضرات وإلى آخره. فإحنا كثير يعني فخورين ببرنامجنا المعرفي اللي هو طبعا موجه بالأساس إلى الباحثين والأكاديميين، وخلينا نقول للناس المهتمين أكثر إشي بالشؤون الفكرية. يعني ذات طابع أكاديمي تنظيري. بالضبط بالضبط، لانه احنا بنشوف كثير انه الباحثين في الشان الفلسطيني هلا صاروا موجودين والى اخره، لكن المنح البحثيه وفضاءات الحديث هي عاده بتكون بتمويل اجنبي. فاحنا اطلقنا هذا البرنامج عشان يكون في فضاء وتمويل فلسطيني للبحوث عن الثقافه الفلسطينيه. يعني هذا بمنح استقلاليه للباحث انه ما يخضع للسياسات والكرايتيريا او المحلية. نتامل ذلك. وطبعا كل هذا راح يطلع في منشورات، بس هذا برنامج جديد اطلقناه العام الماضي. البرنامج وبدعو الجميع الى حضور مؤتمرنا السنوي الثاني بشهر 12 ب9/12 راح يكون عن طبع في القدس، وراح يكون طبعا كله اونلاين 9/12 اذا المؤتمر السنوي الثاني للمتحف الفلسطيني. طبعا مثل كل المؤسسات الثقافيه في عندنا برنامج عام ترفيهي للاطفال للعائلات، ورشات عمل، ورشات فنيه، تحت عم بتشوفوا يوم قطف الزيتون، حفلات موسيقيه. يعني هون بيكون عاده مفتوح لكل العائله لكل أفراد المجتمع وكل المستويات التعليمية. مشكورة دكتورة على التعريف هذا بالموجز. فعلا هناك الكثير أشياء يعني بنقدر نغطيها تحت مظلة المتحف الفلسطيني، وفي برامج مواكبة للعصر، وفي برامج كمان يعني بتسوى أنه الواحد يقدر يطلع عليها أكثر، سواء كان كمان لأنه حضورنا مختصين بالفن وعادة يكونوا من خلفيات فنية أكاديمية، كمان ممكن ننظر من خلال منصات المتحف الفلسطيني كيف ممكن يصير في تعاون أو فتح هاي الفرص. إذن راح أنتقل لكمان المشاركة زميلتنا ست شيرين. شيرين، إحنا بنعرف يس بنعرف إنه عم بيصير يعني كثير تحديات عم بيواجهها القطاع الثقافي السوري بالتحديد، وله خصوصية هون كمان قبل كورونا، كمان كان بتمتع بهذه الخصوصية، وكمان عنده أزمات خاصة وتحديات خاصة بجوز جعلت منه أنه يتجه ويلجأ لطرق مغايرة
قبل اللي عم نتعرض له احنا كقطاع ثقافي حاليا في أزمة كورونا. كمان بحب احكي انه يعني المميز واللي احنا شاكرين لحضورك معنا اليوم انه انت بتمثلي جزء من هذا القطاع الثقافي اللي هو غير معتمد او غير مبني على وجود مبنى مستقل لهذا المركز. وهي فكرة يعني كما يعني اذا بنطلع في تاريخ المتاحف او مفهوم المتحف، هي لما تم إعادة إحياء كلمة أو اصطلاح المتحف في القرن الخامس عشر كانت تعاين مجموعة لورينزو ميديتشي كمجموعة، فكان معنى المتحف آنذاك يعني يعاين فكرة المجموعة وليس فكرة المبنى الذي يحوز مجموعة وإلى ما ذلك. فأنتوا كونوا ما عندكم مبنى، كونوا عندكم تتمتعوا في هاي المرونة إنكم تتنقلوا في مجموعتكم، يعني بحب نسمع أكثر عن الميز وخصوصية مؤسسة أتاسي للفنون والثقافة. شكرا لك. أول شيء خلدون بدي أشكرك على دعوتنا، وبدي أشكر المتحف وفريق عملك على تنظيم هالندوة، وإلي الشرف كون عليها مع الدكتورة عادلة ومع الست سهى. مؤسسة أتاسي الحقيقة هي مؤسسة عائلية تم إطلاقها، عملناها بسنة 2016 من قبل منى وصادق أتاسي. هدف المؤسسة كان كتير بسيط، وهو الحفاظ على الإرث الفني الحديثية ودعم الحركة الفنية، وخصوصا تعزيز حضورها على المستوى العالمي. يعني حقيقة كانت الفكرة من المؤسسة لسه كان إلى منطلق وجودي نوعا ما، وهو إنه بدنا نواجه ويلات الحرب مثل ما قلتي عادلة. فعل المقاومة بالفن والثقافة لسه كتير أقوى من فعل المقاومة بأي شكل تاني، وكان عنا إيمان قوي بدور الفن والثقافة بمواجهة الويلات والخيبات وبناء المجتمع والحفاظ على ما تبقى من هالشي اللي كان. هلأ المؤسسة بحب أقول أنه ما كانت وليدة اللحظة، المؤسسة كانت امتداد لجاليري أمي منى أتاسي عملتها بسوريا بالثمانينات، وكانت من أهم الجاليريات الفاعلة بالمنطقة. فاللي صار أنه هي كانت جاليري من سنة بالثمانينات بحمص، بعدين بالتسعينات بمدينة دمشق، وحتى 2010. بال2011 انطلقت الثورة، وب2012 بآخر 2012 أمي كانت كجاليريست مشتركة بأبو ظبي آرت فير، وجايبة معها لوحة هي لإلنا وما بدها تبيعها، وأبي بيقول لها مجنونة جاية تعملي آرت فير والحرب مولعة والدنيا وين وإنتي وين. المهم إجوا أهلي انتقلوا لهون بال2012، ومن بعدها ما رجعوا لسوريا. والحقيقة قبلهم كانت المجموعة الخاصة تبعيتهم انتقلت لدبي. وقت لما نسأل عن هيدي المجموعة، خلدون كنت حكيت لك من يومين، دايماً ما بقول أنا قوتها للمجموعة بعدد لوحاتها، ولكن قوتها للمجموعة هي بامتدادها التاريخي وامتدادها بقدرتها على تمثيل أكثر من قرن من تاريخ الفن الحديث والمعاصر بسوريا، وبوجه الخصوص من 1906 لحد اليوم. وبالتالي هي كمجموعة قادرة تقص سير أو حكاية على مستوى فني، ثقافي، سياسي، اجتماعي وحتى ديني. على مستوى شخصي أنا ما كانت، طبعاً أمي منى كانت دايماً عضو فعال بالأوساط الثقافية والفنية بسوريا. أنا تربيت ببيت كان بمشحون بالمعرفة والثقافة والفن وإلى آخره، ومع كل هذا اخترت أني أنا ما أشتغل بهالموضوع تماماً، أشتغل بشيء مختلف. ولحد سنة 2015 استقلت من شغلي، كنت بشتغل بسيتي بانك، وقررت أنه نعمل هالمؤسسة مع العائلة. والمؤسسة هي بالفعل يعني المجموعة كانت هي أداة دعم للشيء اللي بدنا نعمله، بس هي منا مبنية حول المجموعة فقط. عنا ثلاث تيارات من الأشياء اللي بنعملها بالمؤسسة، وهي بالخصوص انطلاقاً من هدفنا بخلق المعرفة عن الفن السوري. فعنا ثلاث تيارات. التيار الأول هو الأبحاث والمنشورات، واللي هو عماد أساسي بمهمتنا، وخصوصاً لخلق المعرفة وتشريع البحث. يعني أنا
دائما كنت بقول لا بشوف مجله فيها فنان سوري، لا بشوف بحث اكاديمي فيه فن سوري. دائما الفن السوري كان منغلق عن منه مفتوح للجميع، او يمكن غير متاح، ما بعرف يعني، كان في ظروف معينه. فبهالحاله بهالتيار الابحاث والمنشورات نعمل تكليف لدراسات، نعمل عنا نشرة إلكترونية اسمها بكل بساطة المجلة أو The Journal، عنا جائزة كتابة، ومنعمل كمان ندوات ومحادثات مثل هاي. كنا عاملين ندوة على خلفية معرض كان بالسركال، عملنا ندوة بالمتحف البريطاني. الزمالات البحثية كنا عم نبلش هالسنة بس نحكي فيها بعدين لأنه ما صارت. مثلا بسنة 2021 ومن خلال هذا التيار عنا مشروع نشر كتاب باللغة الإنجليزية هالمرة، لأنه هو حوار بين فاتح مدرس والشاعر أدونيس، اللي صار هو بسنة 1998 ببيت أهلي. وكان الموضوع هو عن علاقة الكلمة باللون أو علاقة الشعر بالفن. طبعاً عم نترجمه هلأ. هو اللي صار الحديث صار بسنة 1998 عنا بالبيت، وبعد بكم شهر توفى فاتح للأسف، وبعد بعشر سنوات قررنا نشر الحوار باللغة العربية، بس ما كان الكتاب للتوزيع يعني، مش للبيع. فقررنا نعمل الترجمة، وطبعا دعمنا بنصوص أكاديمية وأدبية. هذا بده يطلع السنة الجاي. هلأ التيار الثاني هو المعارض، واللي هو نحن من وجهة نظرنا معارض ليست للبيع، ولكن معارض تعريفية بالفن السوري وتياراته. فمثلا عندك بهيدي الصورة هون كان عملنا معرض اسمه معرض سوريا نحو الضوء بمجمع السركال في دبي بسنة 2017. هيدا كان كان أكثر من 120 لوحة. الكوريتر كانت ماما. أنا تابعة أنا شغلة التنفيذ عندي بقى. فكان هاي مثلا من هيدا المعرض. بسنة 2018 عملنا، إذا بنرجع صورة كمان لتحت، عملنا معرض تاني اسمه في عصر الوسائط الحديثة، اللي هو على اليمين بس مش مبينة من المزبوط، واللي هو سوري على اليسار، واللي هو كان يضم بس سبع أو ثمان أعمال بس كبيرة هائلة لست سبع فنانين فقط. وهو بيركز على الوسائط، الرسم بوجه الخصوص بعصر صارت وسائط الفنية مختلفة أو غير بيسكلي. بسنة 2019 رجعنا عملنا معرض كمان بالسركال أفنيو، اللي هو كان اسمه ثورات شخصية، واللي هو كان يبحث بتاريخ الفنانات السوريات منذ نصف القرن العشرين، نصف القرن العشرين وحتى اليوم. هلأ بسنة 2021 سنة العشرين، لأجل الصدف ولمحاسن الصدف، ما كان عنا مشروع معرض أبدا، وبالتالي ما اضطرينا نعمل أي تغيير من بسبب الوباء. المحور الثالث اللي بنشتغل عليه، واللي دايما هلأ بده يطلع المفروض بكورتر 1 2021، هو أرشيف الفن السوري الحديث، واللي هو بفتكر مشروع طويل الأمد. ودكتورة عادلة بفتكر بدي أحكي معك بالموضوع أوفلاين، بس كان هذا هالمبادرة كانت على خلفية الوضع السوري، التشرد، الضياع، الدمار إلى آخره. وارتقينا أنه صار لازم نحفظ هالشيء للأجيال القادمة وحتى لأجيالنا. فبلشنا عم نعمل، يعني أطلقنا المشروع من سنتين، وعلى أثره قدرت أحصل على أرشيف جاليري أتاسي من الشام، من دمشق،
من سنة 1993 وحتى 2010، وقدرنا نعمل له ديجيتايزيشن، رقمنا وبوبنا، والمفروض هلأ بأول سنة 21 يطلع، حيكون طبعاً رقمي متوفر للجميع، متاح للجميع للدراسات، وهي كان حتكون كخطوة أولى من المشروع. وبس ما صارت هالخطوة الأولى بدنا نمشي بالخطوات الثانية اللي هن رقمنت وأرشفت مجموعة أرشيفية أخرى مش تابعة لنا. شيرين إذا تسمحي لنا يعني لمداخلة هون، يعني هل إجا هذا التوجه في يعني كتابة من مركزية، يعني من مركزية هذا الجاليري والمجموعة الخاصة بشكلها المستقل، هل أتى هذا التوجه لسد ثغرة يعني تعويضا عن نقص نحكي من الجهات الرسمية المفروض تكون عاملة أو القائمة على الشؤون الثقافية في سوريا، أو هو يعني لكتابة تاريخ بديل أو مغاير عن تاريخ نحكي السلطة؟ التاريخ تاريخ الأساس. لا بقدر بدله، خلدون التاريخ تاريخ لا بيتبدل ولا بيرجع ينكتب، ولكن مثل ما قلت يعني كمشهد ثقافي فني لنقول بسوريا يفتقر كل مقوماته، يعني بيني وبينك لا في متحف فن حديث، لا عندك سياسات ثقافية، لا عندك جاليريات، يعني في كم جاليري يعني، بس إنه لا في مقتنين، لا في مؤسسات عامة، لا في مؤسسات خاصة. نحن المؤسسة الخاصة الوحيدة اللي بتشتغل لدعم وتوثيق الفن السوري أو الفنان السوري حتى. فبالفعل يعني، وهذا الشيء برجع بدي احكي فيه بعدين بالمحاور الثانيه، واللي هو بغياب هالثغرات الهائله هي كمؤسسه ولا كمتحف ولا كجاليري، كيف بتقدر تركز على محاور معينه او على ادوار معينه؟ انت ما بتقدر تكون كل شيء. انا ما بقدر اكون وزاره ثقافه، انا ما بقدر اكون متحف، ولا بقدر اكون ما بقدر يكون كل شيء لكل العالم. فواحدة من الأشياء الأساسية اللي برأيي إنه، وهو كان يعني موضوع المؤسسة هي كان مطروح من قبل، من قبل الحرب، من 2010. لقينا موقع بدمشق كنا حابين ناخده وتكون مؤسسة ثقافية بمحله، بس هالشي ما صار وضلت الفكرة بالبال. وبعدين وقت اللي صارت التقينا أنه نعملها بالطريقة اللي عم نعملها هلأ. هل هي صح؟ هل هي غلط؟ الأيام بدها تقول يعني. بس بفتكر بالظروف الحالية بفتكر كان لحد هلأ مبين أنه قرار بمحله. يعني عم تعملوا اللي بوسعكم وجهود مباركة يعني في ظل كل هاي الظروف. وبعدين اجتهاد وخلدون اجتهاد. انا ما عندنا exactly يعني هذا جهود خاصة، وبعدين ما عندنا تيم. يعني انا ما بقدر اقول لك اني انا عندي فريق عمل 15 زلم، يعني في انا، في ماما، وفي عندنا تيم من فريلانسرز. يعني انا ما عندي تيم دائم، يعني حتى ماليا قدرات متواضعة يعني. وبالتالي كل شيء بدنا نعمله لازم يكون بالفعل بمكانه، يعني ما في مجال لأي تعثر أو كذا أخطاء صح. أو تعثر نعم نعم جميل. يعني أنا متأكد أنه راح يكون في محاور تانية كمان، لما عرجتي على موضوع الأزمة الاقتصادية، ولابد أنه كمان يعني المؤسسات لما عم تكون تعتمد بشكل أساسي هي خدمة مجتمع وما عم تتقاضى بجوز أو ما عم بكون في مردود أو عائد من الزيارات أو برامج أخرى، راح يكون الاتكال بشكل أساسي على الداعمين والمانحين والأصحاب والأفراد أصحاب الدخل المرتفع أو الهاي نت وورث اندفجوالز. طب هدول الهاي نت وورث اندفجوالز تعرضوا إلى يعني وعكة صحية، وعكة اقتصادية خليني أقول، فهذا بجوز كمان طبعا أثر ألقى بضالة له على المؤسسات الثقافية، وهذا جانب كمان رح ننتقل إليه. لكن كمان بحب طبعا نسمع من ضيفتنا كمان السيدة سهى للاس، اللي هي بالأساس درست الفنون وفي مجالاتها الفنية والتشكيلية ومجالات التصميم، وكمان حازت أو أخذت شهادة الماجستير في التربية الفنية أو Art Education، وعملت كمربية فنية. فبحب أسمع منك سهى عن قصة بداية وادي فينا.
وللي بيعرفوا وادي فنان هو مش مجرد جاليري، هو ايضا مركز ثقافي فني يقوم على عمل برامج مختلفة غير نفعية في الأساس. فيا ريت لو تعطينا صورة عامة عن قصة وادي فنان والبرامج القائمين عليها. شكرا خلدون، وبدي أشكرك كمان على استضافتي لهذه المشاركة الحلوة، ومبسوطة أكون مع شيرين والدكتورة، وبعطيك نبذة عن وادي فنان. هلا أنشئ وادي فنان جاليري، إذا بتحب تحط الصور، في عام 2008. هذا اللوجو طبعا تبع وادي فنان، بس أنا بدي صورة المكان لأني بدي أخص الذكر بأنه هو مش بس مكان جاليري، كمان المنطقة اللي موجود في الجاليري منطقة تاريخية، وفيها أقدم من أقدم أحياء عمان. برؤيتنا نحن كانت إيجاد مساحة لعرض أعمال الفنانين وتجاربهم، ومكان لتمكين ونشر الوعي والخبرة والاستمتاع بالفن التشكيلي. ومهمتنا إنه نعمل على تنشيط الروح الإنسانية وتبادل الأفكار. تقدر تمشي بالصور حول التجربة المشتركة والدعم الوعي الفني والاستمتاع بهاي التجارب الفنية إن كانت محلية أو في الخارج. وحرصنا كمان إنه دائما نركز على الفنانين المحليين، ندعمهم بإقامة معارض خارجية، وكمان بعرض عنا فنانين من الإقليم العربي، فنانين عرب من شتى المناطق، علشان ندعم يعني مهمتنا. حاولنا نشترك بمعارض خارج الأردن. بداية بلشنا بمعارض زي pop-up exhibitions في أبو ظبي، وبعدين اشتركنا مع معارض خارجية في البحرين، كمان عملنا معارض لفنانين أردنيين وفنانين من الإقليم العربي. بعدين اتجهنا إلى الأرت فيرز. بداية بلشنا بأرت فير 15 بلندن، وسوري ما عندنا كل الصور لأنه كنا محدودين بالصور، كان اللي هي هاي actually هاي الصورة، وكان هذه من بدايات التجارب. قبلها خدنا تجربة بيروت أرت فير بال 2014 تقريبا، وظلينا نشترك ببيروت أرت فير وبأرت دبي على 6 سنين على التوالي. ويعني بقدر أقول إنه إحنا كنا من أوائل المعارض اللي اشتركت بأرت فيرز خارجية، وممثلة عن الأردن، يعني ممثلة عن الأردن طبعا، حرصا إنه كمان يعني نعمل صدى وصوت أقوى لفنانين الأردنيين والمشاركين معنا. هي ما بتقتصر بس ما ظلت مقتصرة على الفنانين المحليين، كمان في عنا كتير فنانين من شتى البلاد العربية، منها الجزائر، سوريا، مختلف الأنحاء. وبعدين يعني منحب إحنا كمان من أهدافنا إنه ما نضلها التقنية والخامات على الأشياء التقليدية، فمنحب دائماً نبحث عن فنانين بيستخدموا تقنيات وخامات وطرق عرض أعمال فنية حديثة جديدة. في بهاي الصورة مثلاً installation، فهذا بضيف على هدف من أهدافنا إنه نحن بنهتم بأنه يكون جزء كبير من أعمال الجاليري لصالح الأعمال الغير ربحية واللي بتهدف لدعم المجتمع المحلي. منها ممكن تكون installation art، performing art، مرات interdisciplinary between music and art،
مثلا كمان ممكن نعرض، عملنا لرواد التنمية عدة معارض، كلها كانت يعني غير ربحية وتبرعية. عملنا كتير محاضرات ثقافية لندعم كمان تقوية الثقافة وتقوية الوعي، غير إنه بس يكون بس محل مكان لعرض الأعمال. جميل سواء يعني إذا سمحتي لي يعني هون كمان يكون اللي مداخلي، يعني من الأشياء اللي أنا معجب فيها وبتخيل هذا الحكي بيشاركوني فيه الكثير من يعرفوا مطلعين على برامجكم ومعارضكم، إنه المجازفة الفنان يعني أصبح يخرج عن الأشكال والتقنيات التقليدية وأصبح يغامر ويجازف ويبتكر. ولما يكون في جاليري يعني عليه مصاريف وعليه أشياء، لكن يخصص معارض من هذا النوع اللي هي غير مخصصة لمقتنين الأعمال أو للناس اللي بيشتروا الأعمال الفنية، هي مجرد تجربة يعني زي ما شفنا بالسلايد، تجربة فنية يعني هاي هي من إحدى أهدافنا. لا يباع ولا يشترى يعني هذا المحتوى اللي بتقدموه في أماكن معينة، لأنه هي كمان إنه يعني الجاليري هي مسؤولية، ومن ضمن مسؤولياتنا إنه نعرض كل نواحي الأعمال الفنية. يعني العمل الفني هو لا يقتصر على two dimensional، يعني في بحر، يعني الفن بحر. فكمان هي مسؤولية منا إنه نشاركها مع الزوار والمطلقين لهذا والمقتنين. ومرات كتير كمان بنعمل محاضرات ثقافية داعمة. هون الأستاذ مهند درة عمل عنا محاضرة، ونعمل نشاطات كمان هون الست سامية الزارو كمان والأستاذ سعيد حدادين، كنا في محاضرة بمعرض الست سامية الزارو. هلأ من الأشياء اللي عملناها كمان إنه ورشات عمل فنية ممكن تكون، يعني ما عندي هون يمكن صورة، ما بعرف راحوا الصور، للاجئين السوريين عملنا كذا نشاط وكذا ورشة علشان للنفسيات اللي تأثرت بهذا الحدث. وكمان ندعم كتير ذوي البصيرة، عنا نشاطات كتير لذوي البصيرة، هذا اهتمام شخصي دائما معي، يعني حاملة هاي الرسالة للي فقدوا بصيرتهم أو نظرهم. فمرات بنعملهم ورشات عمل وبندعمهم على طول الخط. وهذا يعني مختصر مفيد، ما بعرفش إذا في باقي صور. رح ننتقل طبعاً بباقي العرض للمحاور الثانية اللي احنا مخصصينها اليوم. وكمان حبينا كونه احنا يعني أخذنا هذه المبادرة ووافقتوا عليها بمشاركتكم، بنحب كمان حتى يكتمل زي ما قلت هذا المزيك أو هذا المشهد من مختلف الأطراف، كمان نعرف الناس في قصة المتحف الوطني اللي هي كمان لها خصوصية وقد تشتبه في المعنى وفي المعنى الوجودي كمان لهذا الجاليري. كنت أنا بحكي مع دكتورة عادلة هنية وبتقول لي هي حضرت وهي صغيرة بالعمر، كانت وهي طفلة حضرت افتتاح المعرض الافتتاحي لتأسيس المتحف الوطني اللي أسس سنة 1980، طبعاً بعد ما أسسته الجمعية الملكية للفنون الجميلة برئاسة سمو الأميرة وجدان الهاشمي، اللي هي احنا نعتبرها فخر لأنها أخذت بدورها كفعل موازي لمركزية الثقافة الغربية، أرادت أن تنشئ هاي المنصة لتكون لفنانين العرب والأردنيين والفنانون من مختلف دول العالم النامي والجلوبال ساوث كما يسمى أو العالم الجنوبي. وهذا الحكي كان يعني سابق لنظريات بجوز اللي بيطلعوا في الأكاديمية لنظريات التمثيل والعدل والتوازي والموازنة نحكي أو تكافؤ في التمثيل في الثقافات. كان بنشهد إنه الفن يعود إلى مركزية غربية وكأنه هون ما في إبداع، ما في تعبير، ما في خصوصية
ثقافية تخص المنطقة، تخص المشرق، وتخص الفنانين من نواحي الدول الإسلامية والدول العالم النامي. فكذلك يعني مفهوم المقاومة متبادل من حيث قصة تأسيس مختلف المؤسسات اللي احنا نمثلها اليوم. طبعا يعني المتحف يقوم على اقتناء، ومن البداية كان يسعى لتوسيع مجموعته الدائمة اللي هي بتختص في أعمال الفنانين من مختلف الدول. ولغاية الآن من بدايات سنة 80 كان يقال، يعني كما بحكي لنا دكتور خالد خريس كمان ومن الأشخاص اللي شهدوا تاريخ المتحف، إنه بدأ المتحف الوطني ببداية متواضعة، حيث كانت المجموعة الدائمة تتألف من 77 عمل فني، واليوم نتمتع في وجود ما يقارب 3000 عمل فني طبعا من نخبة الفنانين. كذلك كمان المتحف الوطني كان يسعى وما زال إنه يواكب أشكال الفنون الحديثة والمعاصرة. لكن حتى كمان نحكي عن المتحف ومرافقه، المتحف يتألف من مجمع لهذا المتحف اللي هو حاليا في الويبدي، في من ضمن مرافقه يضم ثلاث مباني أساسية وحديقة للنحت ولمختلف الفعاليات في الهواء الطلق. خلينا نقول المتحف المبنى الأول اللي هو اللي أنشئ فيه أو أسس فيه المتحف كمان يحتوي على 4 طوابق مخصصة لعرض مختلف المعارض الزائرة والمعارض اللي ينظمها المتحف من مجموعته الدائمة. كذلك المبنى الثاني في مجموعة خاصة وفريدة جدا منها المكتبة، وبالإضافة إلى يعني طابق لعرض الأعمال دبل فوليوم مميز جدا، بالإضافة إلى شرفة ومقهى يتيح المجال للزوار. ولا يعني المقهى بالمعظم عادة يكون يعني ناس جايين يقرأوا جايين يدرسوا، وفي هذا التداخل بين المكتبة والمقهى لمرتدي المتحف. والجميل أنه كمان في هاي الشرفة التي تطل على الحديقة، حديقة المتحف. بالإضافة للمبنى الثالث اللي هو من توجهات المتحف أنه يفتح أبوابه للمبدعين والفنانين الناشئين، ويكون مكان للإنتاج الفني، مش فقط يقتصر على عرض الأعمال الفنية أو الموروث الفني. فمنشوف هنا بالمبنى الثالث في طابق مخصص للإقامات الفنية، استضفنا فيهم فنانين من حول العالم، ناشئين وفنانين يعني لهم باع خلينا نقول أو لهم تجربة كبيرة. كمان في عندنا الطابق الأرضي اللي بيحتوي على غرف مخصصة لورش العمل والاستوديوهات للإنتاج الفني، وبالإضافة لها الحديقة اللي أنا حكيت لكم عنها، وكمان البرامج اللي بقوم فيها من ضمن هذا البرنامج اللي هو نادي الحوار الفني زي ما عرفنا فيه بالبداية. كمان في شغلة جدا مهمة وهي رح لاحقا نحكي فيها أكثر ونتوسع عن منصة مصنع اللي أنشأها المتحف الوطني، التي تخص هاي الفئة، فئة الشباب، فئة الطاقات الشابة والأشكال الحديثة والمعاصرة للفنون، حتى تكون منصة تفاعلية ذات لتبادل المفاهيم، وتحد قليلا من مركزية انه المتحف يقول للناس ماذا عليهم ان يروا او ماذا عليهم ان ينتجوا، او اصبح المتحف يتبادل الادوار مع الجمهور والمرتدين بحيث يعطيهم المكان، يعطيهم المتحف يكون منصة لعرض اعمالهم ومشاريعهم الفنية بمختلف اشكالها. كمان من المبادرات الجميلة جدا زي ما مؤسساتكم الكريمة كمان بتحرص على الطفل وتنمية الذائقة الفنية والوعي الفني عند الطفل، المتحف الوطني ينظم زيارات لا متحفه، يعني بنستقبل مدارس من مدارس خاصة وحكومية لزيارات في المعارض اللي بنقيمها. بالإضافة إنه المتحف يرتقي، وكانت الرؤية من قبل 11 سنة تأسيس مبادرة المتحف المتنقل، وهي المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة نتباهى فيها، لأنه من خلالها المتحف قادر يوصل للمناطق، بديش أقول الأقل حظاً لكن الأقل دعماً، في المناطق البعيدة عن عمان وخارج في المحافظات. والحقيقة صرنا مغطين ما يزيد عن 400 مدرسة وزيارة لخارج عمان. يقوم على هاي المبادرة مشرفها الفنان سهيل بقاعين، كمان عنده خبرة في التعامل مع الفنانين الصغار ومن الطلاب.
وكثير بصير مرات انه عم نكتشف مواهب من خلال هاي الزياره، من خلال عمله المباشر وتفاعله المباشر معهم بنكتشف مواهب ما كان كانت ترى الضوء من قبل. ومختلف المنطقيات اللي بنظمها لا يعني التفاعل المباشر مع الفنانين، ويشكل يعني حاضنة للحركة الفنية من مختلف الفنانين من مختلف الأجيال بيجمعهم في منطقيات فنية كانت في الرسم أو في النحت. حتى هذا المنطقة النحت على نطاق عالمي بيستضيف حتى يصير في تبادل بين خبرات أجنبية وعربية ومحلية. لن أطيل أكثر، راح يكون في وقت متبقي طبعا نحكي أكثر عن الدور الفاعل اللي مفروض متحفنا والمتاحف ومؤسساتكم الكريمة اللي عم نعمله لاستدامة أهدافنا وأدوارنا في رفض الحركة الثقافية. راح أنتقل لدكتورة عادلة مرة تانية حتى تحكي لنا أكثر من بداية أزمة كورونا. طبعا إشي كان ما حدا يقدر يتوقع فيه، فكيف واكبتوا وكيف كنتوا يعني أخذتوا خطوات؟ أنا شفت لكم معرض شفتك عم طالع بفيديو ب 19/3 كانت لسه يدوب الجائحة مبلشة، فهذا كان يعني يدل على دل على نشاط وعلى هاي الفعالية والاستباقية من حضراتكم بكورونا وخارج كورونا. كيف بهذا الظرف بهذا الإطار الزمني كيف أعد تكيفوا هذا المؤسسة كمتحف يعني؟ عفوا. شكرا. مزبوط. شوف، هو المتحف الفلسطيني بسبب الخصوصية تبعته والشتات هو أصلا من الأول تم تأسيسه مفاهيميا يعني كمتحف عابر للحدود، فبالتالي إحنا عندنا بنية تحتية إلكترونية كتير قوية من اليوم الأول، فهذا اللي مكننا إنه بسرعة. حتى أنا يعني بدي أحكي لك في الويكند قبل الإغلاق عندنا برام الله طلعنا بفكرة أنه لازم نطلع هاي الحملة لأنه في إغلاق جاي لا محالة، والحملة راح تكون اسمها متحفك في بيتك، لأنه كان في كتير من المتاحف العالمية بلشت تتحضر، لأنه إحنا أعضاء في الآيكوم المجلس العالمي للمتاحف، فكنا عارفين شو جاي. فبعد الويكند هذاك عملنا اجتماع وقررنا أنه نطلع حملة اسمها متحفك في بيتك، لكن أهم شيء أنه في خصوصية فلسطينية اللي هو عن فلسطين، أنه يكون المحتوى فلسطيني، فبالتالي سميناها Palestine Perseveres، فلسطين مستمرة، متحفك في بيتك فلسطين مستمرة، وهذا هو الهاشتاج اللي طلعناه، وبظن كان في صورة لإله. وهون عملياً إحنا أعدنا هيكلة صفحتنا على اليوتيوب، وصاروا زملائي اللي هم كتير نشطين وكلهم يعني من فئة الشباب صاروا هم تمكنوا من العمل في البيت، كلنا يعني اشتغلنا من البيت لصياغة وإطلاق عدد من الفيديوز التعليمية. يعني مثلاً كان كل واحد بيصور حاله في البيت، هي الحملة بيصور حاله في البيت، أو إذا كان في عنا تصوير، بحب أركز هون شوي، إنه طلعنا أكثر من فيديو إرشادية فيديو تعليمية، لأنه كانت المشكلة الأكبر اللي كان في ذلك الوقت بتتذكروا مشكلة قضاء الوقت في البيت، كيف راح نقضي الوقت؟ بينما إحنا بالنسبة لنا هذه ما كانتش المشكلة الوحيدة، يعني الشعب الفلسطيني مر بمنع تجول وبقصف في عدة مراحل في حياته، فلأول مرة في عنا إغلاق زينا زي كل العالم، لكن ليس على خلفية سياسية بل على خلفية أو ظلم أو قصف، لكن على خلفية صحية. فبالتالي مش لازم ننسى هذه الخصوصية الفلسطينية وننجر فقط إلى التسلية والأكل، بتعرف الظواهر هذه. فمثلاً طلعنا فيديو إرشادية إنه كيف الحفاظ على الأرشيفات العائلية، كيف الواحد بيعمل مقابلات مع الأهالي الكبار السن في البيت، كيف نوثق ألبوم العائلة وإلى آخره. وطبعاً طلعنا كل المعرض تبعنا صورناه قبل الإغلاق مباشرةً، صورناه ونزلناه على الفيديو ونزلناه بعدة لغات تباعاً. إضافة إلى ذلك، إذا بنروح على الصورة الثانية، كل المحتوى اللي أصلاً إحنا في عنا
محتوى كتير غني على الإنترنت. عندنا موقع رحلات فلسطينية اللي هو حول التاريخ الفلسطيني بشكل جذاب تحت في أسفل الشاشة على اليمين. وعندنا أوكي طيب خليني أرجع لورا. هذه بعض من المبادرات أو النطاط أو المسابقات اللي أطلقناها خلال الحجر على الميديا للمتحف، لكن كلها كانت أولاً ذات محتوى فلسطيني وثانياً مبنية على برامج سابقة لنا. مثلاً هون الغزال كان معروض في آخر معرض لنا. الملصقات السياسية لأنه في عنا مجموعة كبيرة من الملصقات السياسية إلى آخره. فقلنا إنه لازم الناس تستفيد من الحجر الصحي عشان تتعلم عن تاريخ بلادها. هذه جزء من النشاط الزخم جداً من الفيديوز اللي أنتجنا في بعض المسابقات. هاي أنتوا عارفينها شو هي المسابقة على اليسار، لكن أطلقنا عدد من الفيديوز مع زملائي وزميلاتي. إيش الكتب اللي عم بقرأوها هلأ خلال الحظر؟ أو مثلاً تحت بنشوف إنه كان في أسئلة ومسابقات نطلب من الناس تعملها. وعلى فكرة الشخص اللي فاز بالمسابقة اللي تحت على اليمين هو شخص من حلب. أيه بالضبط. بس عملنا كثير مسابقات إلها علاقة ببرامجنا. بس المهم هون إذا بتلاحظوا حتى الورشات اللي بتسويها للأطفال عادة، إذا شفتوا بالصور اللي قبل بتكون داخل بناية المتحف، يعني تمكننا بنجاح إنه نقلناها أونلاين. فبتشوفوا هون الأولاد اللي عم بيشاركوا. وبالمناسبة يعني بدي أفشق، حتى هلأ بعد ما عدنا إلى العمل استمرينا بالعمل بهاي الطريقة. أوكي بالضبط. فإحنا كتير فخورين إنه إحنا متحفنا صغير، لكن رغم ذلك المجلس العالمي للمتاحف لما طلع النشرة تبعته الإرشادية لكل أعضائه اللي هم آلاف المتاحف في العالم، طلع نشرة إرشادية بعد ما يعني مرقوا 3 أسابيع على الحجر إنه شو ممكن تعملوا كمتاحف خلال الحجر. فأعطانا إحنا كمثال عن العمل تبعنا إحنا يا سلام. المتحف الفلسطيني، فإحنا كتير فخورين بذلك. بما إنه تم تأسيس المتحف كمؤسسة عابرة للحدود، المثال على ذلك في الصورة اللي كانت قبل أوكي هون أول معرض تم إقامته. إذا بتشوفوا الصورة فوق على اللي على اليمين هو معرض تم في أوكي. تم في هون في دار النمر على بيروت. حاليا أي شخص ممكن يشوف معرضنا الأول تحيا القدس، الجولة 360 درجة موجودة هلأ على موقعنا. أما معرض التطريز فضلا على أنه فتحناه في بيروت ثم أقمناه في بير زيت، أنتجنا النسخة الـ 3D بالواقع الافتراضي وعرضناها في عدة، أو عرضنا النسخة البيتا لأنه النسخة الحقيقية لسه ما طلعت، عرضناها في دارة الفنون لمدة شهر كامل في شهر واحد في مؤسسة دارة الفنون يعني جيرانكم في جبل نويبدة وأنا بحييهم. ولكن في الصورة هون إحنا حاطين في مخيم بعلبك في لبنان. هون بنشوف، إذا بنوقف هون شوي يعني 30 ثانية، بنشوف المشروع اللي كنت عم بحكي عنه اللي هو الأرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي. مشروع ضخم، حاليا نعمل على إنهاء ترقيم 145,000 مادة. لكن مثل ما كنت عم بحاول أحكي، عكس مثلا مشروع اللي حكت عنه شيرين اللي هو أرشيف ورقي موجود ورقمه، إحنا عم نبحث على أرشيفات مثل ما قلت التاريخ من الأسفل، وعم ندور على أرشيفات توثق تاريخ صمود وإنجازات الشعب الفلسطيني، لكن ليس التاريخ الرسمي. المعيار الآخر الثاني هو أي أرشيف هو مهدد من الانتثار، إن كان أرشيف ورقي أو صور أو مؤسسات مجتمعية أو مرئي أو مسموع. مثلا هون عم بتشوف أرشيف مؤسسة القصبة، في عنا أرشيفات من مدينة بيت لحم، في عنا خرائط،
في عندنا كذلك أرشيفات من لبنان ومن الأردن. فبالمناسبة إذا في حد عنده أرشيفات معينة أو مجتمعية هامة بحب إنه نرقم له إياها، يا ريت يتواصل معنا على info@palmuseum.org، لأنه إحنا ممكن نوصل لبنان وممكن نوصل الأردن. وطبعا دكتورة، هذا شو المعايير، شو المعايير إذا أنا كان عندي بعض أوراق نادرة أو أرشيفية أو مواد، شو المعايير حتى أشوف إذا بنطبق حتى أقدم، وكيف من خلال الموقع ممكن مثلا يكون التواصل؟ تماما، لازم الناس يتواصلوا معنا على info@palmuseum.org. بعدين عنا إحنا عنا ورقة إرشادية طبعا عشان لمراعاة التوازن الجغرافي والحقبات الزمنية. فإحنا بنشوف إذا مثلا هذه المجموعة هي يعني تستحق إنها تفوت في الأرشيف تبعنا أم لا، حسب هذه المعايير اللي قلت لك إياها. وعندنا طاقم من الباحثين، أقل واحد منه عنده درجة ماجستير في التاريخ الفلسطيني، وطبعاً بإدارة أستاذ عنده دكتوراه في العلوم الاجتماعية ومتخصص في التاريخ الاجتماعي الفلسطيني. فالمهم إنه الناس تتصل فينا وبعدين إحنا بنساعدهم. وطبعاً شو بتستفيد الناس إنه بتتواصل معنا؟ الأرشيف open access، فأي شخص في العالم ممكن يبحث فيه. وكذلك إحنا بنزود أصحاب المجموعات بنسخة رقمية، والمشروع طبعاً مستمر ومستمر وفي تحسن دائم. إذا في أي أنا بقترح على الناس إنها تفوت على الموقع اللي اسمه palarchive.org، هيو مكتوب تحت، تفتح أكاونت مجاني زي على الفيسبوك أو على الإنستغرام وما فيش دعايات، وممكن يعملوا زي أكاونت للمجموعات اللي هم بيهتموا فيها. إذا بيشوفوا هذا إشي كتير مهم، لأنه إحنا open access، هذا زي ما بيحكوا two way street. فإذا هم بيشوفوا في مادة فيها مغالطة أو فيها معلومات ناقصة، لازم يزودونا بهاي المعلومة. هذا المشروع اللي كنت عم بحكي عنه هلأ، هذا مش interactive زي البال أركايف، هذا هو بالتشارك مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية اللي هي المؤسسة البحثية الفلسطينية الرائدة اللي صار لها يعني 50 سنة. وعملياً هذا هو ثمرة كل أبحاث مؤسسة الدراسات الفلسطينية، لكن منقولة على الإنترنت بشكل سلس وسهل وجذاب. ففي عنا سير ذاتية، تقريباً 80 سيرة ذاتية، في عنا خيط زمني timeline، في عنا عدد ضخم من الصور. هذا يعني موجه للأطفال، للشباب، للباحثين اللي عم بيشتغلوا على أي معلومة. أنا دايماً بحكي باللغة الإنجليزية، يعني اسمحوا لي بحكي إنه هذا الويب سايت هو everything you wanted to know about Palestine but were afraid to ask، موجود في paljourneys.org. أوكي، فأنا ليش عم بحكي عنه هلأ؟ لسببين، لأنه هاي المواقع أصلاً كانت موجودة قبل من وقت افتتاح المتحف، لكن وقت الإغلاق، وقت الحجر، إحنا استثمرناها من خلال إخراج قصص أو مقتطفات منها على الفيسبوك، على الإنستغرام وإلى آخره. هذه طبعاً إحنا فيها عنا ويب سايت قيد يعني التحسين والتطوير. بدي أنوه للخان اللي الخانتين اللي بالوسط، طبعة في القدس، بقدر أي شخص يفوت عليها وياخد فكرة عن المعرض. لكن أهم شيء الخانة اللي لونها زهري، هذا إحنا كل شهر بننزل هون البرنامج الشهري، تقدروا تنزلوه على الرزنامة الإلكترونية الخاصة فيكم، إن كان Outlook أو جوجل كالندر، وبصير بيجيكم البرنامج للمتحف الفلسطيني مباشرة على تليفونكم. أوكي؟ ففوتوا على شو في ما في، نزلوا البرنامج شهر بشهر، أو سجلوا على الميلينج ليست. بنكمل هلأ نشوف إيش في كمان. طبعاً إحنا موقعنا palmuseum.org. المتحف الفلسطيني هو متحف لكل الفلسطينيين أينما وجدوا، ولكل المهتمين بالشأن الفلسطيني. نكمل شوي لقدام. طبعاً كل المعلومات موجودة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وفي عندنا بعض المواد على الفيديو موجودة بالفرنسي وبالإسباني. هذه عناوين محطاتنا على الفضاء الافتراضي، ودائماً بحب أنهي بهاي الصورة الجميلة
لزملائي وزميلاتي، بتشوفوا في الخلف، عشان هذه هي رسالة المتحف، بتشوفوا في الخلف بناية حديثة معاصرة صديقة للبيئة، بتعبر عن تجذر الإنسان الفلسطيني في أرضه وتطلعه إلى المستقبل. في عندنا الحديقة التي تضم نباتات من كل أنحاء فلسطين، لكن تضم كذلك أعمال فنية. يعني مش راح تصدقوا، بس هذا الحجر النافر اللي قاعدين عليه الشباب، هذا عمل فني لفنان كندي. في عنا عدة أعمال من فنانين من الهند، من تايوان، من السعودية طبعا، من فلسطين، من الإمارات، موجودة عشان طبعا المتحف الفلسطيني منفتح على العالم. طبعا في قلب رسالة المتحف هو الإنسان، الإنسان الفلسطيني اللي إحنا نروي رواياته، وطبعا الإنسان الفلسطيني الذي يعمل داخل بلده وينتج هذا المحتوى الغني والزخم. وإذا بتحبوا تنضموا إلنا للناس اللي بيقدروا يجوا على فلسطين، ممكن تصيروا جزء من طاقمنا من خلال العمل كمتطوعين في فصل الصيف. فبس اكتبوا لنا على info@museum.org. جميل جدا، مشكورة دكتورة عادلة. وكمان بحب أنوه كونه الأشخاص المعتادين لحضور ندوات نادي الحوار متعودين على الأسلوب التفاعلي والتلقائي. كمان في ميزة هون بتيح لنا إياها زوم، اللي هو رفع اليد. فكمان شوي إذا كان في أي مداخلة أو سؤال أو تعقيب، أو حتى يعني نخص في موضوع معين من جهة كل مؤسسة، أرجو منكم you can raise your hand، ومن خلاله بقدر أنا أتيح المجال للحديث. طبعاً رح يكون حسب الخاصية المفتوحة بدون فيديو، ولكن رح نعطيكم الميكروفون. يا ريت ترجعوا بس تخلصوا ترجعوا لنا الميكروفون. الآن بحب أنتقل لست شيرين، كمان تحكي لنا شو الوضع. يعني إحنا سمعنا منك إنه ما كان في ضرورة أو ما كنتوا في مأزق اللي كانوا في باقي المؤسسات، اللي هو ترحيل الرزنامات والبرامج، لكن خصوصية موقف وموقع هاي المؤسسة اتجاه وباء كورونا، وكمان اتجاه مفهوم ثاني زي ما تفضلت الدكتورة عادلة اللي هو متحفك في بيتك. يعني يبدو للأشخاص المطلعين في تاريخ الحركات الفنية ومفاهيم المعرض عبر التاريخ، من الجدير بالذكر اللي هو المشروع اللي قام عليه المفكر والقيم الإيرلندي برايان أودوهرتري، اللي عندي دائما صعوبة في تهجئة اسمه الثاني، اللي اقترح مفهوم المعرض المتنقل، أو يعني المعرض عبارة عن باكيج أو حزمة معينة من أشياء تصل إلى كل بيت، فيها الأفلام، فيها القراءات، وفيها مختلف الأشياء. وكمان جدير بالذكر أنه هو حب يخرج من فكرة الوايت كيوب، وأنتوا كمان كمؤسسة بتتمتعوا أنه ما عندكم وايت كيوب ثابت أو هذا المكعب الأبيض، كبالإشارة لمفهوم المتاحف ودور العرض. خصوصيتك من هذا المجال وفكرة المواكبة والتأقلم، نترك الحديث معك. شكرا لك، شكرا خلدون. هلا مثل ما قلت، نحن وضعنا شوي خاص لانه ما عندنا جاليري عرض او مكان عرض دائم، وكانت كل المبادرات او كل المشاريع اللي عم نقوم فيها عم تكون بالتعاون مع مؤسسات او شركات، او اللي هو اللي كان بالمتحف البريطاني مثل ما قلنا، ومجمع السركال وقت اللي عملنا معارض، متحف الأغا خان بتورونتو وإلى آخره. وبالتالي كان بالأصل عنا آليات عمل جداً مختلفة. يعني نحن منا مؤسسة مانحة، نحن منا متحف، نحن مؤسسة بتقوم بتسليط الضوء على قضايا معينة من خلال مشاريع معينة منقوم فيها. وبالتالي كان دايماً الحقائق حوالينا شوي مختلفة. هلأ الفنان السوري مفرق بكل مكان، المجتمع السوري مثل ما قلنا من قبل همومه وأولوياته مكان تاني تماماً، والجمهور الغير سوري ما بيعرف. وبالتالي مع كل هذا اللي قلنا، كان أثر الوباء علينا من ناحيتين، كان من ناحيتين، وما بالضرورة يكونوا سيئات بصراحة، لأنه ما كان عندي برامج عامة اضطريت أنا ألغيها. بالعكس، من ناحية الفعاليات مثلاً لغيت يمكن شغلتين، لغينا إقامة بحثية
كانت المفروض تصير بدبي بشهر أيار، وهي متعلقة بالاكتيفيشن أو تفعيل الأرشيف قبل ما ينتشر. نعم. وكانت هي باحثة حتيجي تقعد عنا بدبي لنعمل، لنبلش نفكر، هي حتعمل اكتيفيشن من جنب وإحنا عم نفكر بكيفية تفعيل الأرشيف، لأنه وقت تعمل أرشيف it's one thing انك انت تحطه على 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 ويب سايت، ولكن الشيء المهم اكثر هو تفعيله وكيفيه استعماله وكيف الواحد بيستفيد منه. هلا هالاقامه البحثيه التغت، بس ما كان عندي مشروع معرض بال 2020 واللي هو كان منيح. طبعا اضطرينا نلغي سفرات او whatever، بس ما كان شيء بشكل مهم. هلا انا قدرت اخلق من هالشي فرصه، لانه قدرنا نسرع او نوسع وجودنا اونلاين. هلا طبعا عندنا الويب سايت تبعنا واللي هو دائما موجود، بس كمان سرعنا بوجودنا الافتراضي على منصه جوجل ارتس اند كلتشر، which is really يعني كانت فظيعه، لانه عملناها ونحن محجورين. يعني طلعت بشهر ايار، يمكن باول ايار، فنشرنا جزء من المجموعة على منصة جوجل Arts and Culture، وهلأ عم نشتغل مع أشخاص لحتى نصير دايماً نقدر نفعل events أو معارض أو stories على هالمنصة، اللي هي كانت كتير مهمة. الشيء الثاني اللي عملناه اللي هو again خلقنا فرصة، اللي هو بوقت اطلعنا على الوضع الاقتصادي، على الوضع الفني، المعارض اللي التغت، الفنان السوري انشرد بكل محل، الفنان اللي ما عم بيقدر يفرجي شغله، مش قررنا نعمل شيء ولا مرة عاملينه من قبل، اللي هو عملنا مزاد للفن السوري المعاصر، اللي هو عملناه الشهر الماضي بس أخذ وقت للتحضير. والفكرة منه أنه نقدر ندعي مش فنانين ناشئين، بالإضافة لفنانين مخضرمين، يعرضوا أعمالهم للمزايدة على موقع ArtScoop، وهي السلايد اللي بعدها خلدون لو سمحت. شكرا لك. فعلى يعني على ظروف اقتصادية، إلغاء معارض، إلغاء مشاريع، لقينا أنه نقدر نخلق مشهد سوري متكامل لفنانين سوريين وين ما كانوا. كان في منهم بسوريا، كان في منهم بالإمارات، بلبنان، بفرنسا، بألمانيا، اللي هو. والهدف كمان منه الأهم، يعني مو بس أنه نخلق مشهد فني، بس كمان كنا حابين، انطلاقا من أنه الركود الاقتصادي كان ضارب الجميع، فكنا الهدف مش هو المزايدة بمعناها التجاري، ولكن الهدف أنه كمان نشجع بعض الشباب على الاقتناء. فكانت الأسعار ماكسيمم بين 5000 ل 6000 دولار، حتى في أشياء كانت 900 دولار، 1500 دولار إلى آخره. وبفتكر يعني هيدا الشيء هيك على من وجهة نظري كانت فرصة قدرنا نغتنمها بطريقة ما، ونبلش شوي نغير من منظورنا لشو عم نعمل. من ناحية تجارية كانت معقولة نتائج المزاد، بس النجاح الغير مادي بفتكر كان كتير أهم، وكنا كتير مبسوطين فيه، وبفتكر حنعملها أكثر من مرة هالمبادرة. هلا بالنسبة لنا كسياسات، وقت إذا بدي أطلع على سياسات مستقبلية، خلدون مثلنا مثل أي صناعة أو قطاع آخر، كل العالم عم بيرجعوا يفكروا برسالتهم، بأهدافهم، إن كنا جاليريات ولا مؤسسات ولا متاحف ولا شركات ولا اللي هو. ضرورة العمل الجماعي والتعاون بين كل العالم صار ضروري، ما في مفر منه. ونحن صرنا كمان كمؤسسة صغيرة وعائلة نبلش نفكر بدورنا بهالظروف الراهنة لحتى نكون فاعلين بشكل آخر. سهل الواحد يقول، أنا من جنب يعني بفتكر وحكينا فيها هذيك المرة، سهل إنه أقول رح أنقل كل شيء وحطه بشكل افتراضي أونلاين، أو actually منه سهل، أنا علي منه سهل، أنا مؤسسة صغيرة ما عندي القدرات، بس إنه كان
بس وقت بتفكر انه بدك تحط كل شيء بشكل افتراضي بيصير في عندك كومبيتيشن، كيف بدك تميز الكونتنت تبعك عن الكونتنت الاخرين، كيف بتقدر اي مؤسسه، واللي هي سؤال بيطرح حاله بشكل فظيع، اي مؤسسه كبيره او صغيره كيف بدها تضل عم تقدر تعمل هالمشاريع الافتراضيه بشكل مستدام ومجاني كل الوقت، وبنفس الوقت نقدر نحافظ على سويه معينه من من البرامج الافتراضيه. فبتخلق اسئله كثيره بالنسبه لمؤسسات كبيره قادرين، مؤسسات كبيره بيقدروا يجذبوا جمهور وياخذوا جزء من ساعات السمع تبعه اذا بدك تقول، او ساعاته على الانترنت. بس انا كمؤسسه صغيره بالفعل لازم افكر بشكل شوي اعمق وشوي مختلف، ما بضروره اعمق بس بشكل مختلف، بشكل يناسب وضعي انا كمؤسسه. هلا بنفس الوقت، سوري عم طول، بس هيك تسلسل الامور بالنسبه لي، انه هو هالظروف كمان اكدت هشاشه القطاع الفني والثقافي، مو بس بالعالم العربي بكل مكان، ولكن خصوصا بالعالم العربي، وغياب السياسات الثقافية مثل ما قلنا. نحن كسوريين حكينا بوضع خاص، ما في أي يعني ولا ما في دعم من أي جانب لفنان لجاليري لمؤسسة إلى آخره، وبالتالي مقومات الأدوار اللي بدنا ناخدها لازم نكون كتير حريصين على اختيارها. كمؤسسة كان دايماً تركيزنا على توثيق ماضي، دراسة ماضي، على الأقل على تسليط الضوء على مشهد فني بالماضي. إليك ولا إلي؟ ولكن بس إنت شريت كمان إليك؟ بفتكر مع هالظروف صار خطتنا المستقبلية شوي مختلفة، بحيث أنه رح يصير في عنا تركيز على تحديات متعلقة بالفنان نفسه، مش بس المشهد الفني. هذا الجانب، وأعتقد هذا كان مقاطعة بس كونه في سياق الحديث، لأنه إحنا عم نطلع يعني بجزء دور المتاحف ودور العرض وصالات العرض هي وسيط لربما بين المنتج الثقافي والفني. المرات اللي مش بالضرورة دائما يكون إنتاجه في المتحف، ممكن يكون المتحف ناقل له أو مزبوط. دار العرض. فكمان مزبوط. نتحدث عن خصوصية الفنان في هيك ظرف، وإحنا كمان مش نعمل كمتاحف ودور عرض لاستدامة عملنا، بل كمان لدعم هاي الفئة الكبيرة المبدعة، المفكرين، الكاتبين، الباحثين وغيرهم، في إعطائهم فرص بوقت غابت يعني عديد من فرص عنهم بسبب الدعم أو لأسباب أخرى. في عندي اتنين مرفوعات، فتحمليني ستها نعطيهم المجال للمداخلة. في عندي السيد أو الدكتور سليم عايش. سليم عايش تفضل. يعطيك العافية خلدون، هيك سامعني؟ أنت مسموع على الهواء، تفضل. أول شيء شكرا لك، وشكرا ل كل المدعوين، عن جد أثريتونا بهذا الحوار الجميل الرائع. وعشان أختصر، أنا يعني في عندي هيك جزء هي مداخلة وبتنتهي بسؤال، وسؤال ثاني بيختص بالمشهد بالأردن. المداخلة أو القضية، يعني إذا الواحد بشكل عام بيطلع على دور المتاحف أو الجاليريهات، لا أنا اللي شايفه من الحضور، يعني صار بطل، حتى زي ما حكت شيرين انه بطل اسمها جاليري او المؤسسه، خلينا نقول مؤسسه، حتى المتحف الفلسطيني هو صار مؤسسه، حتى فنان صرت احس انه مؤسسه مش جاليري. ولكن اذا اخذنا هال يعني جانب انه جاليري واستعراض عام هيك تاريخي للجاليري، منحس زمان كان الجاليري عباره عن مثلا لوحات معلقه على الجدار أو أعمال حتى مجسمة، مرات حتى بيكونوا حاطين هيك زي سلسال بينك وبين العمل زمان. بعدين بقدر أقول أنه تطور، خلينا نحكي دور المتحف أو الجاليري، بحيث أنه عرض أشياء المشاهد صار يتفاعل معها، يعني بجوز يكون عرض يعني إشي installation art، ممكن أدخل أنا جوا العمل وأطلع منه من باب ثاني مثلا على سبيل المثال، فصار في تفاعل أكثر.
الآن السؤال بعد هالكلمتين، وين إحنا رايحين بظل تراجع التفاعل؟ يعني إحنا قاعدين نروح كل شيء إلكتروني، قديش يعني وين بخيالكم رح هلأ رح نرجع مرة ثانية نتفاعل؟ هل التفاعل الآن كافي؟ ومين يعني شو ميزات خلينا نحكي إنه العمل يكون فيزيكلي موجود أنا بجنبه أحس فيه أو بكفي عن بعد؟ وفي سؤال ثاني معلش يعني للأخت سهى، يعني إذا كان في نوع ويبدو إنه في بوادر يعني تأثيرات خلينا نقول سيسيو إيكونوميك إمباكتس لجائحة كورونا على الفنانين بالأردن، أنا عم بشتغل زي بحث هيك بدي أدرس فيها الجانب تأثير الجانب الاقتصادي والاجتماعي لكورونا على الفنانين التشكيليين الأردنيين، إذا فيها يعني تعطينا من خبرتها قديش تأثر الفنان الأردني بهالجائحة ومن منظور اقتصادي باقتصادي اجتماعي بشكل عام. وشكرا لكم مرة ثانية. تسلم يا خلدون. شكرا لك. شكرا. شكرا دكتور لمداخلتك. المضبوط ما حدا يعني بقدر أقول ما حدا فينا لهلأ خبير بالوضع اللي عم بيصير. طبعا زينا زي غيرنا. والأسئلة المهمة يعني برأيي. يعني مثلنا مثل غيرنا بأي مجال عمل تفاجأنا بما حدث وتضررنا، لكن الإنسان بطبيعته بيضله يحاول يتأقلم ويتكيف مع الوضع. نعم ممكن إنه نحن يأثر جداولنا للإكزيبيشنز للمعارض وهيك، بس ما رح يوقفنا، يعني بيضل الواحد يحاول يتأقلم. هلأ على صعيد النشاطات طبعاً الكل، برجع بقول إنه مش بس نحنا، الكل لجأ للسوشيال ميديا لأنه كان في وقت طويل قاعدين إحنا بالحظر، فكان في هجوم على السوشيال ميديا وصار في إبداع فكري في توظيف السوشيال ميديا في بالجاليريات والمؤسسات والمتاحف. أكيد هو داعم قوي، لكن الموضوع اللي حكى فيه إنه نحن فيزيكلي مش عمالنا منتعايش مع اللوحة الفنية. هلأ من قراءاتي لبعض الارتيكلز اللي نزلت إنه بالأول استصعبت الناس فيرتشولي افتراضي تشوف العمل وتآمن ويكون في ثقة إنه يقتنيها أو لا. بضل في عامل إنه أنا بدي أختبر وبدي أشوف التقنية عن قريب، لكن ما بدنا ننسى إنه الجيل الصاعد العالم الافتراضي قوي عنده أقوى منا. فنعم في توجه للفيرتشوال جاليري اللي هو هون في صورة إحنا عاملين توجهنا إلها كتجربة، لأنه طبعاً في برامج متطورة أكثر من هيك، لكن مادياً زي ما قالت شيرين ممكن تكون مكلفة، فبده الواحد يكون حريص بخطوطه. إذا بترجع لأيوة لهون بهذا السلايد، هذا فيرتشوال، هذا مش افتراضي، مش المعرض تبعنا، بس مش الحي معرض افتراضي. هذا كان من الأشياء اللي عملناها بعد الجائحة لما بلش الحظر والوباء. عملنا كمان، حسينا إنه الفنانين ببيوتهم متضررين، فقمنا بمسابقة فتح مفتوحة لكل الفنانين الأردنيين، وشارك تقريبا 100 فنان فيها، وريع البيع راح لقسم منه للفنان والقسم الثاني لدعم حساب الخير بهمة وطن. يعني عندنا ضلوا
معرض دائم قائم، مرقت عنها مش مش هذا ضله بال بالبريمسز بالجاليري يعني بالمكان، وفي ناس عم تيجي يعني. بالعكس انا حسيت انه وجود الناس في بيوتها خلتها تلاحظ نواقص كتير روحانيه، خلتها تلاحظ انه تحب تيجي على المعرض وتستمتع انها تتفرج بالمعارض. وفي عنا معرض عن قريب ان شاء الله حسب الوضع طبعا، لانه نحن الامانه اولا وبعدين بنعمل معارض او لا، صح حسب ايش بيصير معنا. فهي يعني مختصر مفيد. هل تاثر؟ اكيد تاثر، بس حسيت انه يعني في كمان تعاون بين الناس، انه الكل عم بدعم بعض، يعني في هاي الروح موجوده والحمد لله. وشوي شوي بس برجع بثني على حكي شيرين، انه بالوقت الحالي نحن مش يعني بدنا ندرس ونعيد برمجة ونعيد استراتيجياتنا ونشد أكثر على الجانب الافتراضي والسوشيال ميديا، لأنه بتوقع أنه للمستقبل كتير مهم. شكراً سهى. كمان هيك يعني بتكون أنت أعطيتينا غطيتي ماذا يقوم فيه جاليري وادي فنان، بماذا يقوم حتى يعني لا 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 مواكبة وتأقلم وكل هاي الظرف اللي صار من خلال يعني أنتم من المعارض ودور العرض اللي كانت أول الجاليريز في عمان اللي بتفتح مجال المعارض الافتراضية. ولو أنه كمان جوابا على سؤال ومداخلة الدكتور سليم، منلاقي أنه يعني ظهرت كورونا حدت من الاحتشاد في الافتتاحات، لكن زي ما بنحكي احنا عندنا كان عند المعارض القائمة عند وادي فنان أو في المؤسسات المشاركة الثانية أو في المتحف الوطني، اللي بده يجي يطلع على فن يا عمي وياخذ هاي العلاقة الوجاهية في كامل حواسه مع العمل من أمامه، ما رح يجي بافتتاح، حيكون بالغالب جاي يطلع علاقة مباشرة بهدوء بصمت بتروي ويعني بعزلة خلينا أقول. فالأبواب مفتوحة، أبواب المؤسسات طبعاً فوق كل شيء المعايير الصحة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم وغيرها من ذلك، لكن الناس ما انحرمت من دخولها إلى الجاليريات، وبجوز اضطرينا نستعيد عن الافتتاحات والمناسبات اللي بيكون فيها حشد كبير. يعني منلاقي إنه إحنا في نسبة تفاعل ما زالت، خلينا نحكي من جانب المتحف الوطني ما زال في تفاعل مع معارضنا اللي منقيمها كان في مبانينا هون أو في المعرض اللي كنت أنا بشير إله اللي حالياً دكتور خالد خريس اتجه إلى إسبانيا من فترة مع كل صعوبة السفر وعبور الحدود وإجراءات السفر والتنقل، ذهب لينقل معرض قام فيه المتحف الوطني لفنانين أردنيين معاصرين. افتتح هذا المعرض في دار البيضاء العربي كاسا عربي بمدريد، وانتقل دكتور خالد خريس بسفره حتى ينقل هذا المعرض من مدريد إلى موقعه الآن في قرطبة. طبعاً كمان كونه هاي إجراءات ومعايير عالمية عم تتخذ اتجاه المراكز والأماكن التجمع، ما كان فيها الافتتاح الواسع، لكن عم بنظموا دورات جولات تعريفية في المعرض والكثير من الأمور. ما بعرف يعني احنا رح نستمع من الكل، بدي احب اسمع من شيرين نسبة التفاعل مع جوجل ارتس بروجكت مع دكتورة عادلة، المفارقة بين المعرض الحي كونه يقام طبع في القدس حاليا في المتحف والمعرض البيتي او معرضك في بيتك او المعرض الافتراضي، نسب التفاعل اذا رصدتوها شو بالاجابة على السؤال تبع هذا التمييز بين العلاقة الافتراضية والعلاقة المباشرة مع المعروضات والمحتوى الفني. بحب نسمع لو تسمعينا دكتورة عادلة إذا كان في هناك أي تغذية راجعة حول هاي المفارقة بين الوجهين المعرض الافتراضي والمعرض الحي. أنا ما بأمن بالمعارض الافتراضية. إحنا مع إنه حالياً عم نطور النسخة الافتراضية لمعرضنا الفني اللي ذكرته، اللي هو معرض اقتراب الأفاق، المفروض خلال أشهر
تطلع النسخة الـ 3D الـ 360. لكن احنا مش احنا نادرا ما نقوم بمعارض فنية. هلا عم بنشوف انه كل نسخة لها محاسنها. يعني مثلا الحضور للمتحف له طبعا جوانبه، في عندك البعد الجسدي، انك انت عم تتحرك، انت عم بتشوف الاعمال الصغيرة وعم تقرأ الوراق، فطبعا هذا كتير بيعطي حميمية. لكن احنا عم بنشوف واحنا بنعرف هذا الاشي كتير منيح في مجتمعاتنا العربية، انه الناس في بتحبش تروح على متاحف. انا في ناس قالوا لي انا بخاف من المتاحف. اوكي يا ولدي. وبعدين لانه انا يعني خلينا نحكيها بصراحة، لانه احنا بنعيش في عالم الأواصر الاجتماعية هالقد يعني متداخلة، ومجتمع رأسمالي. فالفكرة أنك أنت تروح على مكان ما فيش فيه أكل أو شرب أو علاقة اجتماعية أو منفعة اجتماعية أو منفعة مهنية، ليش بدك تروح له؟ أنا في عندي ناس مرة كانوا واقفين في معرض بيقولوا لي خلص هذا هو؟ قلت له نعم هذا هو. لأنه هالقد كنا عاملين دعاية دعاية دعاية، فهم هاي العائلة إجوا عشان يشوفوا إيش هذا المعرض. بعدين قالوا لي هذا هو، قلت له هذا هو. فقلت له في مطعم تفضل، وفي مطال بتشوف الساحل، فراحوا عليه. وهذا طبعا أضرب في ألف. فالمهم نموذج. فهذا اللي عم بحكي، انه احنا لما بالدفشة اللي بنسويها بالنسخة الالكترونية النسخة الفيديو، بقدر الواحد يفتحها بفضول من دون خوف، من دون ما يخاف انه الناس شو راح تحكي له، كيف راح تطلع عليه. يفتح بكل اريحية، يحضر المعرض، يحضر الندوة، من دون ما يكون في هذا حاجز الخوف. بس طبعا انا اوكي احنا يعني مضطر عشان انهي، احنا مضطرين انه نلاقي الشيء الايجابي، لكن لا يعوض هذا عن التجربه الجسديه. في النهايه مرض او مش مرض، احنا كمتحف فلسطيني مضطرين انه نستعمل هذه الوسائل للتواصل مع الناس خارج حدود الضفه الضيقه، لكن في النهايه التجربه الجسديه هي الافضل. تماما يعني. تماما. انا بفتكر مثل ما قلتي دكتوره عادله، انه هيدا بديل، واللي هو البديل الوحيد الموجود بين ايدينا هلا بالوقت الحالي. بس هل هو حيعوض عن، وهي اصلا حتى في دراسات كبيره عن تفاعل الجمهور مع العمل الفني، هيدا لحاله بتفتح ابواب كبيره من النظريات والهيدا. فمستحيل يجي المعرض الافتراضي او حتى كمهرجان سينما او مهرجان مسرح او موسيقى، مستحيل. ما حد حاليا بديل، ما في غيره. بس انه تاخذ طريقه تاخذ مكان الشيء الحقيقي، ابدا. بس انا بفتكر صار في شغله لسه كمان مهمه بخلال هالكم شهر، اللي هي انه تذوق وتلقي الفن والثقافه صاروا من اساسيات الحياه اليوميه. وقت الواحد بيكون فيه هالزخم من المواد ومن الكونتنت أونلاين، بصير بالفعل الواحد عنده شو بقوله، عنده أدكشن تقريبا، ليكون في عنده تلقي من هالنوع من الكونتنت. وبفتكر هذا كان شيء منيح. فأكيد طريقة التلقي تختلف، ولكن المضمون دائما حيكون انه المعرض الحقيقي ما في مثله. صعب طبعا. يعني باعتقادي البسيط انه يعني حسب المحتوى اللي عم بيعرضه المتحف، هل هو كان يعتمد على الحواس او هو كان شيء افتراضي او مواد فيديو. يعني الكثير من المتاحف اتجهت الى تجارب الفيديو ارت وتجارب عرض من خلال الشاشات او الاعمال المصوره، بالإضافة للأعمال المطبوعة. وهذا يعود فينا في الحديث عن الكتابة أو النظرية المهمة اللي تعود لوالتر بنجامين أو بنيامين، الذي كان يقول عن فكرة العمل الفني في زمن إعادة الإنتاج إلكترونيا أو تلقائيا بهالطريقة أو ميكانيكيا بطريقة الميكانيكال.
يعني طبعاً لما بتكون في منحوتة أو عمل إنشائي أو أي عمل مجسم أو حتى عمل بصري، كل الانتمسي تبع الورق، أو حتى لما بنحكي بالمتحف الفلسطيني في أوراق ووثائق أصلية تعود إلى مطبوعات قديمة، كمان هذا الجانب المباشر أساسي. ما بعرف يعني، هو اختصر الحدود صحيح، لكن يعني بضل إنه زي ما تفضلتوا كلكم نتأقلم مع الأشكال الجديدة، نفتح المجال لهاي المواكبة. وكمان شغلة ثانية زي ما تفضلت ست سهى وانتوا عرجتوا على الموضوع من قبل، لما انحشرنا ببيوتنا بالمقابل انه في فئة ما بتهتم بالمتاحف، رجعت الناس تقول طب يعني احنا محشورين ببيوتنا، يا ريت لو نقدر نرجع نروح على المتاحف، نروح على الفعاليات الثقافية. صار يشعر الإنسان في نقص فعلا، لانه الحياه فقط استهلاك، فقط في الامور النفعيه راح تمنع عنا هذا الجانب الوجداني، هذا الاكتمال الوجداني والروحاني والانساني من خلال ما تقدم المراكز الثقافيه. كمان عم نحكي احنا عن خططنا وتطلعاتنا للمستقبل، في شيء من جانب المتحف بقدر احكي فيه، بس كمان بنحب نترك المجال لحضراتكم تفيدونا في هذا الموضوع. الخطط الاستباقيه غششونا شوي، يعني إذا عندكم إشي كويس خلينا يعني خلي الفأدي تعم زي ما بقولوا. أول إشي أنا بدي أشير لهاي الدائرة، إنه إحنا كلنا مرتبطين في علاقة عضوية مع بعض، الجاليري والمتحف والمؤسسة اللي بتعمل الأرشيف والتوثيق. بتأمل إن هاي الجائحة ما تأثر علينا بشكل سلبي مطول، بس أنا بظن إنه إحنا هلأ قاعدين نركض وراء تدارك الوضع وتدارك الوضع وتدارك الوضع، لكن يعني من خلال كل المبادرات تبعونا، لكن الأثر الحقيقي نقدر نقيسه ونقيمه، والحركات والخطوات القادمة اللي ممكن ناخدها هاي رح تصير بعد ما تزول الجائحة، بعد ما إحنا بنقدر نشوف بعض بشكل وجاهي ونسافر ونلتقي مع بعض، ساعتها ممكن نقيم أكثر شو اللي خسرناه. أنا ما بفضل إنه النط بسرعة فيما بعد، إنه بس تخلص الجائحة ويكون في لقاح إنه خلص بنرجع زي ما كنا زمان. ما هو حتى الوضع اللي كنا فيه زمان أصلاً ما كانش مثالي، فصراحة صعب إنه هلأ أحكي إنه شو رح نعمل وإلى آخره. إحنا لسه في تدارك الوضع، إحنا كمتحف فلسطيني كثير محظوظين زي ما ذكرت إنه كان عندنا هذه البنية التحتية، بسرعة حولنا، لكن الوضع هذا لا يحتمل. عم بنخطط هلا للمعرض تبع اللي ما بقدر احكي إشي عنه حاليا. اوكي. معرض ضخم وهام جدا، وهذا يعني لازم يكون في لقاء وجاهي يعني. فان شاء الله ان شاء الله ممكن تزورونا بالخير يا رب. شكرا. بس إذا بدي أحكي بشكل يعني شوي فيه تفاؤل أكثر، أو مش إنه تفاؤل، بشكل يعني فيه فيناليتي أكثر، إنه مثلاً إحنا كتير يعني مبسوطين إنه من المدرسية طبعاً بمنع الزيارات لكل المدارس حتى المدارس الخاصة، لكن إحنا مبسوطين إنه دخلنا إلى البوابات الإلكترونية لكافة المدارس، إن كانت وزارة التربية أو المدارس الخاصة، ونتوجه مباشرة إلى عم نطلع محتوى إلكتروني للأطفال عبر هاي البوابات. فإحنا كثير يعني مبسوطين إنه قادرين، اللي هو موازي لمناهجهم زي ما تفضلتي دكتورة، مش هيك؟ الموازي للمناهج اللي بدرسوها بكون بشكل موازي إلها. نعم بالضبط نعم. جميل جدا. انا راح اتيح المجال كمان شيرين سهى، اذا بتنورونا من جانبكم من منظاركم كيف ممكن يعني الاجابه عن هاي فكره الخطط الاستباقيه. يعني لما يصير الحديث الان انه المتحف تعريفه نشا طبعا في القرن، نحكي عوده الى القرن 18 والسابع عشر، ولكن مفهوم المتحف ودار العرض في قرن 20 كان له خصوصيه. الان مع العولمه، مع
الهجرات، مع التعددية، مع نشوء السياسات الديمقراطية في التمثيل وغير التمثيل، مع أشكال الفنون والثقافة الجديدة، شو لازم يعمل المتحف أو المعرض أو الجاليري أو دار العرض للمواكبة؟ شو هاي الخطط الاستباقية أو اللي بنستشر فيها المستقبل؟ يعني أنا بالنسبة إلي بكل صراحة وتواضع، أنا بحالة تساؤل مثل ما كانت عم تقول دكتورة عادلة. نحن بحالة تساؤل fundamental، يعني existential، لأنه بشكل ما كلياتنا لازم يعني لازم يكون عنا القدرة نكون مرنين بشكل ما، ولكن بنفس الوقت قادرين نحدد المسار. يعني ف يعني أنا من وجهة نظري ما عندي هلا سياسات استباقية. أنا بقدرني بقول لحالي نحن كمؤسسة عمرنا 4 سنين بعدنا صغار، وبعد عنا كتير مجال لإعادة خلق نفسنا شوي شوي مع تقدمنا بالعمر كمؤسسة. بس إنه قلك إنه والله عندي خطة، ما عندي مزبوط. يعني واحد سهى، كنتي بدك تضيفي؟ لا، أنا كنت بدي أحكي يعني إنه هي ممكن يصير زي نوع دراسة، إعادة تفكير بالرؤى تبع المتحف أو المؤسسة أو الجاليري. نعم. وبعدين طبعاً تقدرش تحط الأهداف وتوصل لها هلأ، بس ممكن أنت تنوع في طرق الوصول لهذه الرؤية أو الأهداف. فأنا بقول يمكن نحن هلأ نعطينا وقت لنعيد التفكير إنه أنا كجاليري وين بدي أوصل، شو أهدافي. فهلأ إذا بدي يعني هل من أهدافي إني أنا أروح completely virtual ولا بدي أكون نص نص؟ فأنت بتاخد قراراتك، أول إشي بتحط أهداف واستراتيجيات، وبعدين تعتمد قراراتك عليها بناء على المتغيرات، بناء على إيش أنت بدك توصل، صح، إيش أنت هادف توصل له. وطبعاً مع وجود هلأ الوباء برجع بقول ما بنعرف إمتى بيروح، بس يوم من الأيام مش حيستمر، يعني إلا ما يوم من الأيام ترجع شوي شوي الأمور. فعشان هيك برجع بأكد على نقطة الخطة بدها تكون بطيئة ومدروسة، صح، ومرنة بإنها تتكيف مع المتغيرات، ومرنة إنها ممكن تتكيف. نعم. سألت قبل شوي واحدة من الأفكار اللي عجبوني اللي عملوها إحدى المتاحف، I think Getty Museum، إنه خلوا الناس ببيوتها تستعمل إعادة تدوير أي إشي عندهم، ويقلدوا اللوحات الفنية المشهورة القديمة ويبعتوا لهم صور. فقلت يعني ممكن هيك تحرك لا لا، شكرا على المشاركة سهى، وشكرا لحضوركم، أثريتوا الحوار في حضوركم. أنا يعني كونه وعدت بس بالختام نحكي من جانب المتحف الوطني يعني والمعرض المقام حاليا للدكتور اللي ذهب بقيمه الدكتور خالد خريس في فرطبة. راح أورجي صورة، وهذا المعرض بلا حدود اللي هو بالرغم من كل هالأشياء ما زال قائم في مدريد وفي قرطبة. بحب كمان أشير لتجربة أخرى يقوم فيها المتحف الوطني الآن بالتعاون مع معهد غوتي، أطلقنا مختبر اسمه مختبر نحو المستقبل. هو برنامج يقيم ورشات تخص الظرف الذي نعاني منه حاليا، ظرف وباء كورونا، وأيضا يعيد النظر في السياسات الوصول لمختلف نحكي شرائح المجتمع، المهتمين بالفن والغير مهتمين بالفن. فهذا البرنامج يقوم على ورشات عمل هنا كمان بدور المتحف، يفتح أبوابه حتى يدعو الممارسين الثقافيين والمدراء الثقافيين من خارج المتحف ليكون لهم قول بكيف بناء برامج تتكيف
مع مختلف التحديات كانت تخص العالم زي وباء كورونا أو الخاصة في مدينة عمان أو في المشهد الثقافي الأردني. فهم زي ما عم بتشوفوا هون من خلال ورشات تفاعلية عم بيعملوا بحث، وهذا البحث سيتم مشاركته من خلال إقامة معرض لنتاج، يعني يؤكد على نتاج وعلى البروسيس أو عملية البحث والإنتاج يؤكد عليها، وبنية أنه يطلقوا مهرجان ومعرض السنة القادمة يعالج فكرة هاي المؤسسات الثقافية تجاه كورونا ومختلف هذا. يعني it's fresh out of the oven, it's happening in the moment، أو شيء يحدث الآن من برامجنا حبيت أسلط الضوء عليه. مهند راح أنتهي لك المجال، راح يكون آخر مداخلة وآخر سؤال حتى ما نطيل أكثر من هيك. شاكرين لحسن استماعكم جميعا وصبركم معنا. مهند الميكروفون راح يكون معك. أول شيء يسعد بس الجميع بكل خير. أنا بحب أعرف حالي مهند القصوص، فنان تشكيلي، طبعا بتوجه للدكتور خلدون والمتحف الوطني هاي الندوة الرائعة. بذكر في واحد من معارضي أن دائما بعرض أعمالي على السوشيال ميديا، فبعض الزوار للمعرض لما شافوا الأعمال بالواقع قالوا لما تشوف على الواقع تختلف عن الخيال، عن السوشيال ميديا والصورة يعني نقول. طيب. لكن هذا في مقولة ثقافية بتقول لك العالم قبل كورونا والعالم بعد كورونا. فخلنا نقول هل هي وسائل التواصل الاجتماعي والمعارض الإلكترونية اللي بعض الزملاء قابوا فيها، هل هي في المستقبل راح تفرض حالها علينا ويكون في تغير في ثقافة المجتمع عن التفاعل المباشر مع العمل؟ يعني هل راح تصل في وقت معين لهي المرحلة؟ هون هذا السؤال، وهذا ممكن يغير سياسات كثيرة في الفنون. يعني نأمل كل خير، وشكرا للدكتور خلدون، وشكرا لك للحضور كلهم، ويعطيكم ألف عافية. الله يديمك. شكرا. شكرا مهند. ما بفتكر الوجود الافتراضي حياخد مكان الوجود الفيزيكال الفيزيكي الحي، بس دور الشيء الافتراضي الآن حيكون مختلف عن دوره بالمستقبل. هلأ كان مثل ما قلنا هو شيء بديل مضطرين عليه، مضطرين لحتى نقدر نوصل لبعض بالمستقبل. ونحن واحدة من الأسباب اللي نحن ما أخذنا جاليري أو ما عندي مكان دائم هو لأنه بيصعب الواحد أنه يزورني. إذا ما بيجي لدبي ما بيقدر بيزورني، وإنما هلأ كل العالم قادرين يشوفوا شو أنا بعمل لأني موجودة ومن متاح للجميع. هالمرونة هاي، هالمرونة. بس هل إنه بياخد مكان أو أنا ما بفتكر. أنا شخصيا من الأشخاص اللي بحب شوف سماكة الزيت، بحب أمشي بين الأعمال، بحب في تفاعل بين المشاهد وبين العمل. يعني طبعا ما فيك تقعد، لا يمكن استبداله بأي شكل من الأشكال، مستحيل يعني. فبالتالي حيكون هلأ بفتكر كان جزء جدا مهم كيف مثلا بالسينما كمية الأفلام اللي صارت متاحة بشكل مجاني أونلاين، الأفلام الفنية يعني عم بحكي، كان شيء هائل. يعني ففي مواد كتير قدرنا نوصل لها بفتكر من زاوية إيجابية، بس إنه هل هي حتاخد مكان الشيء الحقيقي؟ بتمنى لا، يعني ما بعرف. بس يعني هو يعني كمان بالختام وشكرا للإفادة منك، يعني بتخيل كمان الفنان مش دار العرض والمتحف، الفنان لما صار يعي في هاي في احتمال حدوث مثل هيك أزمات، كمان صار بلكي ما يلجأ للأعمال التي تتطلب يعني لتلقيها وأخذ التجربة كاملة إنها تكون تجربة حية. هي من الوسائط اللي فتحت المجال للفنان إنه ما يتعامل في الملمس والخامة والكذا، وينطلق إلى الوسائط الحديثة والمتنوعة. فكمان هذا راح يغير من سياسات أو استراتيجيات الفنانين في الوصول في مفاهيمهم وتعبيراتهم لمختلف الناس. كمان ما نطيل أكثر من هيك، أنا شاكر لكل المستمعين معنا اليوم وحضوركم الثري معنا، ضيوفنا اللي فعلا أسهمتوا بأنه نرفع من مستوى الحوار وتكتمل المشاهد من منظور مؤسساتكم. الله يخليك يا خلدون. شكرا. وشكرا وشيرين. شكرا. باي باي. إن شاء الله أنه نضلنا على تواصل يا رب. أمين. أمين. وشكرا للجمهور اللي شارك معنا. شكرا خلدون. أوكي. كثير كثير كثير.
الله يديمك، شكرا لك، في امان الله، مع السلامه.